نظمت أمانة التواصل الشعبي والجماهيري بحزب حماة الوطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات، ويأتي ذلك في إطار مجموعة من اللقاءات والمؤتمرات التي ينظمها الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي واستمرارا لمسيرة الإنجازات التي شهدتها البلاد. الحقيقة احنا بندعم سيادة الرئيس علشان احنا مشينا مشوار فعلا ولازم نكمله، لان الحقيقة مصر في المرحلة التاريخية ديت في اشد الاحتياج لان احنا نكمل الطريق بنفس القيادة السياسية علشان نوصل بمصر الى بر الامان. احنا كثفنا الفترة اللي فاتت كاحنا من ضمن الناس اللي موجودين في الحملة الرئاسية قد ايه طبعا حجم الانجازات اللي كانت موجودة والصعوبات بالنسبة للعشوائيات او القضاء على فيروس سي او فيما يخص تطوير من العريش او كل التطوير طبعا اللي حصل كبنية تحتية وعدالة التوزيع الجغرافي اللي بانت بين المحافظات، ان الموضوع ما بقاش مركزي على القاهرة بل بالعكس احنا دلوقتي بنشوف ان جميع المحافظات بيتم فيها التطوير في نفس الوقت. الحقيقة ان حزب حماة الوطن كان له السبق في تأييد ودعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم يأتي هذا الدعم من فراغ، وإنما نتيجة لإنجازات عظيمة قام بها سيادة الرئيس في فترة رئاسية قصيرة لا تتعدى العشر سنوات. والحقيقة كان ليه دور ولمسة قوية جدا وبصمة قوية جدا في جميع مناحي قطاعات الدولة، سواء التعليم أو الصحة أو الزراعة أو الطاقة الجديدة والمتجددة، حتى أصبحنا من مصاف الدول في هذا المجال.